عقدت محكمة الثورة الإيرانية في محافظة أصفهان بالسجن عاما واحدا على عمدة طهران السابق غلام حسين بسبب تصريحات سابقة له انتقد خلالها التدخلات العسكرية الإيرانية في سوريا. ويأتي رفض عمدة إيران السابق لسياسة بلاده في المنطقة بسبب ما تعرضت له من استنزاف حاد لمقدرات البلاد وإنفاقها على الحروب الخارجية على حساب لقمة العيش للشعب الإيراني الذي يخرج في مظاهرات حاشدة ومستمرة بهدف تغيير هذه السياسات التخريبية.